بنات يا بنات، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا هاد لي ميني كيك بأبسط المكونات. غادي يخرج لنا واحد الكمية اللي هي محترمة، يستاهلوا التجربة من ناحية لذتهم والمنظر ديالهم، وكذلك من ناحية الخدمة ديالهم ممتعين، ما فيهم شروينة، ما فيهم تمارة. كذلك بالنسبة للأخوات اللي يبغيو يخدموا هكا من قلب دارهم ولا يحطوهم في المحل، فغادي نعطيكم ثمن البيع وجميع تفاصيل الوصفة. فنتمنى أنكم تلايكيو الفيديو وتبارطاجيوه، ونمروا على بركة الله للمقادير. فهنايا عندي زوج بيضات بدرجة حرارة المطبخ، عندي كأس نتاع الحليب، كأس إلا ربع نتاع الزيت نباتية، وكذلك سكر سنيدة. حاولوا أنكم ما تعمروش الكأس حتى الفم. غادي ناخدو واحد الحامضة اللي نحكو لها لوزاست نتاعها ونستعملو حتى العصير ديالها. عندي هنايا معلقة كبيرة نتاع الكراميل نيستلي، كيعطيها واحد اللذة عجيبة عجيبة. بالنسبة للبيكين باودر فكتشوفوا أنني حاطة دو ساشي، لكن ما غاديش نستعملهم كلهم. كذلك بالنسبة للدقيق غادي إن شاء الله نعطيكم الكمية المضبوطة اللي غادي تدخل لي في هاد لي ميني كيك. غادي تخدموهم تغمض العينين، كل شيء مضبوط، كل شيء هو هذاك. والملح أكيد لتصحيح الذوق. أول حاجة غادي نديرها البيض بدرجة حرارة المطبخ. حاولوا في فصل الشتاء إذا كان عندكم في الثلاجة حاولوا أنكم تخرجوه بليلة كاملة، ولا تحطوه في الماء الدافئ قبل ما تبديو تخدموا في الوصفة. غادي نضيف رشة ملح أكيد، وغادي نزيد داك الكأس نتاع سكر سنيدة اللي ما عامرش حتى الفم. غادي نزيدو على دفعات، غادي نخدمو هاد لي ميني كيك غي بالضراب اليدوي. بالنسبة للأخوات اللي عندهم الضراب الكهربائي تقدروا تستعملوه، المهم حاولوا أنكم داك السكر دوبوه مزيان في داك البيض، ضربوه مزيان حتى يبيض الخليط، ومن بعدها غادي تزيدو داك الكأس إلا ربع نتاع الزيت النباتية، وأكيد على دفعات وحنا كنحركو. المهم هاد لي ميني كيك كيتحضروا في رمشة عين، تقدري توجديهم في الصباح ملي تكوني هكا توجدي لوليداتك الغدا، تقدري توجديهم في أي وقت. المهم سهلين جدا، ما كيديروش الروينة في الكوزينة. وكيف ما شفتوا معايا هنايا ضفت واحد الكأس نتاع الحليب، أكيد ممكن تعوضوه بعصير البرتقال، وهاد الكأس تاع الحليب يكون بدرجة حرارة المطبخ. وهنايا غادي نزيد داك لو زيست دو سيترون، وكذلك ديك المعلقه الكبيره نتاع الكراميل نيستلي. فمن الاحسن اخواتي نتوما الا كنتو غادي ديروا الكراميل نيستلي، حاولوا انكم تضربوه في الاول مع البيض والسكر باش يتخلط لكم هكا بسرعه. المهم هنايا غادي نحاول انني نخلط ونمشي البيكين باودر باش نغربلها. ديما البنات حاولوا انكم تغربلوها، لانه شي مره كنصيبوا فيها حبيبات هكا، باش تعطيكم مفعول زوين. غادي ان شاء الله انا نستعمل واحد ساشي ونص، يعني ما يعادل 10 غرام من البيكين باودر. المهم كتشوفوا انني غربلتو، جا الوقيته اللي غادي نضيف فيها الدقيق. الدقيق انا القياسات قبضتهم كلهم بالكيسان تاع العنبه اللي القياس ديالهم 150 160 مليلتر. المهم حاولت انني ندير زوج كؤوس ممسوحه نتاع الدقيق، وزدت عليها داك ساشي ونصف ما يعادل 10 غرام من بيكين باودر. حاولت انني هكا نخلط بالضراب اليدوي. القوام ديالها جاري، يعني اكيد اكيد غادي نزيد داك نص الكاس نتاع الدقيق باش نحصل على واحد القوام اللي هو رائع. المهم هنايا كنخلط كذلك مزيان، وغادي تشوفوا معايا القوام نتاع الكيك الناجح. فهاد لي ميني كيك حاولوا ان القوام نتاع الكيك ديالهم يعني ما يكونش جاري، وانما يكون في الحدود المعقول. كيف ما كتشوفوا معايا انني من طراسي هكا بحال حرف 8 كيجي هو هذاك. واخيرا هذه هي الاضافه الاخيره، غادي نضيف فيها عصير الحامض. كيف ما قلت لكم انني خديت واحد الحامضه درت لو زاست ديالها، وكذلك عصير الحامض غادي نخليه هو اخر حاجه نضيفها. حاولوا انكم تخلطوه مزيان مزيان باش يعطيكم هكا واحد القوام اللي هو مفشفش. وكتشوفوا معايا القوام تاع الكيك الناجح هو هذا، ما ثقيل ما خفيف، كيجي واعر البنات. هنايا خديت دوك المولات الصغار، المولات الفرديين، حاولت انني ندهنهم بالزبده، رشيتهم بالدقيق،
وغادي نعمر تقريبا فيهم زوج معالق كبار هكا لهاد الحجم. فكتشوفوا انه المهم كنغطي ديك الحفره، واكيد في هذا الاثناء راه الفران كيسخن، فانا غادي نطيبهم الطياب العادي نتاع الكيك، يعني غادي ندخلهم هكا يطيبوا على نار متوسطه، وحاولوا انكم ما تخليوهمش بزاف في الفران باش يبقاو هكا مفشفشين ومهويين. نعرفوا ان لي ميني كيك الحجم ديالهم صغير، راه ما غاديش ياخذوا لكم بزاف الوقت، تقريبا 10 دقائق يكونوا واجدين. كتشوفوا انني كنحيدهم بكل سهوله لانني دهنت لي مول بالزبده ورشيتهم بالدقيق، فكتشوفوا اللون ديالهم كيفاش داير والشكل ديالهم، وحاولوا انكم تخليوهم هكا اللون ديالهم دوري مذهب هكا. صافي غادي نمشيو دابا باش نشوفوا الخطوه المواليه، كيجيهم فشفشين زوينين، اما اللذه فما نعاودش لكم، نتمنى انكم تجربوهم. كذلك بالنسبه للاخوات الا بغيتو ديروهم في واحد المول عائلي تقدروا، يعني ممكن. المهم هنا اخواتي انا خديت هنا الكونفيتور ولا المربى صنع منزلي، نتوما بغيتو تدهنوا الجوانب ديالهم بالمربى داك نتاع المشماش اللي كيتباع راه ممكن، بغيتو تدهنهم بالعسل ولا الناباج ممكن، انا عليا انا بغيت ندهنهم بالمربى المنزلي اللي كيكون عاقد هكا، فبغيت هكا نتلدد النسمه نتاع المربى نتاع البرتقال. كتشوفوا انني درت لهم الجوانب هكا في نواط كوكو ولا جوز الهند، المهم شحال ما كانت الحاجه من النوعيه الممتازه شحال ما غادي تعطيك اللذه. اكيد جوز الهند فيه وفيه، كاين جوز الهند اللي هو ميدم هكا بنتو زوينه بزاف، حاولوا انكم تستعملوا هذاك. هنايا جا الوقيته اللي غادي نحضر معكم الكريمه اللي غادي نعمر بها دوك لي ميني كيك. فكتشوفوا انني خديت واحد الكاسرول اللي درت فيها زوج الكؤوس نتاع الحليب ما يعادل 300 مليلتر. هنايا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره نتاع بودره النشا ولا بودره الكريم باتيسيير، وكذلك واحد المعلقه كبيره نتاع بودره الكاكاو المر، وحاولوا انكم تضيفوا زوج معالق كبيره نتاع سكر سنيده. الا ما كنتوش تبغيو الكريمه حلوه بزاف حاولوا انكم ديروا غير معلقه ونص كافيه جدا. المهم هنايا في هذا الاثناء غادي نحرك تحريكه خفيفه، نمشي نحطها فوق البوطه نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى تعقد لي ديك الكريمه، ومن بعدها غادي نضيف هاد الاضافه نتاع الشوكولا. فالشوكولا اختياري، بغيتو تضيفوها ضيفوها باش تعززوا النكهه نتاع ديك لا كريم باتيسيير وشوكولا، بغيتو تخليوها غير بودره الكاكاو ممكن جدا، بغيتو كذلك ديروا عوض الحليب ديروا عصير البرتقال غادي يجيكم زوين بزاف، غير ما ديروش الكاكاو في ديك الاثناء باش يبقى اللون البرتقالي نتاع عصير البرتقال هو هذاك. يعني مثلا ديروا 300 غرام نتاع ولا مليلتر نتاع عصير البرتقال، تزيدوا معاه معلقه كبيره نتاع النشا، تزيدوا معاه زوج معالق سكر، وفي ديك الاثناء غادي تزيدوا حتى واحد الساشي نتاع الفلون، غادي تجيكم واحد الكريمه رائعه يا البنات. المهم اخواتي كتشوفوا انني نعمر دوك الحفيرات هكا بواحد زوج معالق كبار. حاولوا انكم ديروا هذه العمليه بسرعه لاننا نعرفوا لا كريم باتيسيير دغيا كتجمد، وممكن كيف ما قلت لكم تستعملوا يا اما بودره الكريم باتيسيير ولا بودره النشا. المهم غادي ان شاء الله نستمر على هذه الطريقه حتى نزينهم بدوك الوريضات هكا، ممكن جدا انكم تزينهم باوراق النعناع ولا كذلك بالفواكه. المهم اخواتي كان هذا هو المنظر ديالهم، يستاهلوا التجربه، لذتهم ولا اروع، وحتى التزيين ديالهم هكا راقي ومبهج. المهم بالنسبه للاخوات اللي يبغيو يخدموهم سير كوموند، فثمن الوحده غادي تبيعوهم من 4 دراهم حتى 5 دراهم على حسب المدينه، على حسب كذلك المنطقه اللي نتوما موجودين فيها. الا كانت منطقه بريستيج هكا والمحل بريستيج ففي ديك الوقيته غادي تبيعوهم 5 دراهم، اما الا كان منطقه شعبيه فحاولوا انكم تبيعوهم 4 دراهم، راه فيهم الخير والبركه، لان اصلا زوج بيضات غادي يخرجوا لكم 13 الوحده. وهنايا للامانه انا خليتهم حتى باتوا، عاد صورت معكم هذه اللقطه وكتشوفوا واخا هكاك مفشفشين ومهويين، والكريمه كتشوفوا انها عاقده ولذيذه بزاف. نتمنى لايكاتكم، نتمنى البارتاج. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.